الأستاذة عزة ابنها خطب بنت، وبعد كده خطوبة صالونات، وبعد كده الأب صمم إن هم يلبسوا دبل، وبعد كده وجدت الأم إن البنت متجاوزة كل الحدود الشرعية والعرفية في التعامل مع هذا الخاطب، فمش عارفة تقرب منه بزيادة، تقبله وتنزل معاه البحر. هنذكر بقلب العلم بتاعنا، وهو ذاته العرف اللي احنا تربينا عليه، العرف الصالح، ومن قبل ذلك الشرع. هما في الشرع أجنبيان عن بعض، يعني ما ينفعش التجاوزات دي، وأنا عايزة ابني أتكلم معاه، فلازم أتكلم معاه بهدوء وبحكم، لأنه بقت فيه في المجتمع دوائر من المجتمعات عايشة حياة غربية لا تمت للثقافة الشرقية ولا من قبلها الإسلامية بشيء، لكنها موجودة، مش بكثرة لكن موجودة. هذا الوجود لا يملي علينا أنه ده يبقى الطبيعي، لا، لابد أن نذكر، واللي مش عاجبه هذا الكلام براحته، وكل ناس سيحاسبه الله. هما أجنبيان عن بعض لغاية لما يتم العقد، يعني ما ينفعش إنها لا تبوسه ولا تحضنه ولا معرفش تنزل معاه فين وتلبس إزاي قدامه وتتعامل كأنه زوج وهو ليس بزوج. وده الكلام ده شرعا وعرفا، ودي مؤشرات إحنا شايفينها. قد يكون البنت اتربت بطريقة غربية شوية، قد يكون من الاندفاع الطبيعي اللي يكون ما بينهما عدم الخبرة وعدم نصيحة الأب والأم ليها. فأنا عايزة النصيحة لابني بالرفق والحكمة، بعيد عن العنف، وإن أنا واخدة موقف عشان هو ما يعاندش معايا. كل موقف يتم أنا أجيبه، يا ابني الشرع بيقول كذا، أنا أخشى إنه دي ما تربتش بالصورة اللي أنا كنت أتمنى. هي البنت في حد ذاتها ليس فيها شيء، ليس عليها شيء، لكن الطريقة دي بتديني مؤشرات إن في تربية بطريقة لا تتناسب معنا ومش هتتناسب معك بعد كده. زي ما هي مقبلة عليك بالصورة دي مع أي شخص بره، هتكون بتتعامل بالانفتاح الشديد ده، انت هتقبله على نفسك؟ وليه تحط نفسك في المستقبل في صراعات ممكن تقول لها بلاش، فتقول لك لا انا واخده على كده، ده اخويا، الكلام الايه العادي اللي بيتقال. طيب انت هترد تعمل ايه النهارده؟ انت لسه بره، لما هتتجوز يبقى في اولاد، هتبقى المشكلات اكثر عمقا وصعوبه الانفكاك، هتبقى المساله في خطر اكبر. كل موقف كده انا اجيبه واتكلم معاه، انت حر في قرارك، احنا بنعينك، ده 33 سنه احنا بنعينك، احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي، واستخير رب العالمين، وانا كمان بستخير، وتعملي حضرتك الاستخارة، تدعي ربنا سبحانه وتعالى قدر طاقتك بكل ما اوتيت من قوة، وتنتخبي كل اوقات الدعاء ان ربنا يهيئ له من امره رشدا، فربما ربنا يهديها وتبقى لينة بعد كده وتستجيب ربما. لكن اكيد انا بقلب الام هيجي لي نوع من القلق، هذا الانفتاح الزائد غير ملائم لثقافاتنا، لا الإسلامية ولا الشرقية، وربنا سبحانه وتعالى يختار لحضراتكم الخير، وسل الله من فضله.